السلام عليكم ورحمة الله. ده شكل ولون جنوط الحديد عندي وعند ناس كتير بتصميمها البسيط جدا وبشكلها الأسمر الكئيب اللي بيكون سبب رئيسي في إن ناس كتير بتلجأ للتغيير إلى جنوط لسبور الألمنيوم. وده نفس الجنط بعد ما عملت له عملية تطوير وتجديد بشكل كامل ومحترف ودقيق والأهم بإمكانيات بسيطة جدا ورخيصة وبطريقة تقدر تنفذها عندك في البيت. تابع معايا الشرح بعد الفاصل بإذن الله. أول خطوة بتكون غسيل الجنط من الداخل ومن الخارج على أجمل وجه لإزالة كل آثار الزيوت والشحومات وما شابه. بعد كده بنستخدم صنفرة 150 بعد كده بنستخدم صنفرة 600 وبعد كده بنستخدم صنفرة 1200 هنستخدم 3 مقاسات من اللواصق المخصصة لدهان السيارات. عند الدهان هيكون قدامك اختيار من اتنين، اما انك تستخدم الاداة الاحترافية المخصصة للدهان او انك تستخدم العبوات الصغيرة. الاتنين هيقدوا معاك نفس الغرض. الدهانات اللي هتستخدمها تكون دهانات سريعة الجفاف، في مصر اسمها بويا دوكو، في الدول العربية مش عارف بقى اسمها ايه بصراحة. عند الدهان هتحافظ على المسافة ما بين فوهة المسدس او فوهة آلة الدهان وما بين الجسم المراد دهانه. في نفس الوقت لازم ايدك تكون حركة يا اما دائرية يا اما رايح جاي، لكن اتجنب تماما فكرة ان انت تسلط الدهان في مكان واحد عشان هيحصل معاك اختلاف في الالوان. لازم ايدك تكون دائمة الحركة وتحافظ على المسافة. وبعد كده بنبدأ نرسم الشكل اللي هنشتغل عليه على حسب التصميم اللي انت استقريت عليه. وبعد كده بتبدأ تموت الحرف ده كله بحيث يبقى متجانس تماما مع الدهان، مبقاش عامل فراغات ولا فروقات.
لما هتيجي تعزل الجزء الدائري ده في اي جنط هتقابلك مشكله، وهي ايه؟ ان احنا لو جينا لزقنا الورقه دي كده زي ما احنا بنلزق ماشيين، الورقه دي مستقيمه والورق والجنط واخد دوران، فلو جيت مثلا ان انت تحوت كده هتلاقي الورق بيكسر معاك، غير ان هو بيكسر معاك، بص بيكسر، فهيطلع الفينش النهائي شكله مش راقي. طب حل الموضوع ده ايه؟ ركز معايا فيه شويه. الداير ده من جوه لحد جوه هنا كده نقيسه بالظبط 35 سنتي، اذا معنى كده نصهم 17.5. هنا 17.5. بعد كده نجيب حتة خشبة بعد كده الخشبة وادي القطر، لما هثبتهم هنا كده وابدا امشي بيها فهي هتقطع لي بنفس الدوران بتاع الجنط بالظبط. وبعد كده اروح راجع لورا حوالي نص سنتي وهو ده الجزء المهم اللي هو الدوران اللي تحت، لكن الجزء اللي فوق ده بيتلزق عادي. كده نكون خلصنا الجزء الصعب، وزي ما انت شايف الداير طالع كله مسطره معاك اهو. اللي بعد كده بقى الجزء اللي هو فوق ده بيتعمل عادي باللزق ده، لان الدوران بيمشي مع الدوران، لان احنا ببساطه هنعمله على الواقف يعني كده. اللزق في الحاله دي بيسمح بالدوران، لكن على الوضع التاني ما بيسمحش، هيتفضل عندك حته صغيره في النص اللي انت شايفها الحته دي كده، بنروح جايين حاطين عليها لزقه تانيه. وده كده بقى الشكل شبه النهائي. نيجي بعد كده للفراغات الاربعه دول. كده بقينا جاهزين وندخل على المرحلة التانية من الدهان. ودلوقتي نبدأ نقشر ونشوف نتيجة اللي احنا عملناه. ده كده الشكل الشبه النهائي عندنا. اخر حاجه بتكون اضافه طبقه من الورنيش اللامع عشان نضمن ان اللون ده هيفضل براق لاطول فتره ممكنه وما يطفيش بعد فترة. قريبا وحصريا على نفس القناة في اليوتيوب مصطفى حسن، اسهل طريقة لتغيير الفرامل الخلفية درام بريك، للنهائي لنقص مياه الاربا وردتير في السيارة، طريقة اصلاح مساعد السيارة الغير قابل للاصلاح حصريا، كل حيل سرقة السيارات وطرق الوقاية منها، الحل النهائي لمشكلة انحراف السيارة اثناء السير،
الأداء المذهل والاستثنائي لمصابيح سيارتك الأمامية، حل مشكلة عدم إضاءة لمبة البنزين في التابلو رغم فراغ خزان الوقود، وأخيرا علشان تضمن وصول إشعارات ليك بكل الفيديوهات اللي بعملها أول بأول، بعد الضغط على كلمة اشتراك في القناة فعل الإشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس، فبعض الأحيان بتظهر لك رسالة بتعلم عليها وتدوس حفظ.